دعيت دعيت. السلام عليكم. معنا بوز، معنا بوز، معنا بوز، احنا معنا بوز طيبين. معنا بوز احلى سدين الصبح، فيش حد كاش وامرنا بالسليم. دعيت دعيت دعيت. الحمد لله انا جعان. هو واقع الطير. دعيت 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 دعيت. ما خبطنا لك، ايش اعمل يعني؟ ايش اطلع لك؟ اطلع لك كشمريه هاي؟ اسمع اكثر من هيك حيطلع. دعي دعي. يلا والله حلاسه بجنن. متاخر صح؟ متاخر؟ دعي دعي. حلاسه حلو. تعي تعي تعي. خلاص احنا خلاص. تحط 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 تحط. هاي اول واحد شايفينه؟ هاي على العب على العب على العب على الارض، على العب على الارض، على الارض على الارض. هاي 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 هاي. عمهلك. شوفها. عمهلك. عمهلك. تعبان ترى. مش قادر يطير. طار طار، روح شوف طار. لا ما بقدر. لا تقدرش تقدرش. تعي. تعي 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 تعي. طيب تعبان تعبان. علي علي بسرعة. دقيقة. تعي 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 تعي. بلع الغالي بلع الغالي. تقفوز. وسهلا. تعال تعال تعال. ايوه. هاي الغالي. اطلع شوي ورا. فوز احلس. طبعا يا اخوان الحمد لله اني اليوم ما شبعت الحمام. والله العظيم الحمد لله اني ما شبعت. الفواز صيد الفواز عتق اليوم. وبلع ايش؟ بلع الغالي. وين راح يروح؟ غرت الازرق. طلع يا اخوان. طلع ما شاء الله. طير جميل والله. الله يبارك. انا اقدر بيسته لانه الحلقه تنزل متاخر كثير. برضه واحد صيد انا وياه عارف عارف. ابلع ايش؟ ابلع عبدالو. على اسرع كبير، على اسرع على طول. هش مجال. يلا يلا روح يا غالي. على اسرع. بص بص خلاص بطل يطلع. فيش خلاص دخل الغرفة ما يطلعش نهائيا. لخمنا كريم. والله حمامنا أعلى من حمامه. الله كريم. كشة هون عندنا يا إخوان هيها. تيجي عندنا من فوق راسنا بس حمامنا أعلى. حمامنا بعد ما ضربنا الطير طلع وين صارت طلع. الله. مش عارف إذا مبين في الفيديو. لا كريم شلون والله أبو سيدة. سير بعيد. حط من إيدك. بس يا كريم بس يا بعد. بس يا حبيبي. هاي هاي في نهاية. ما شاء الله راحت طلعت والله بعدت صلاة النبي. هاي كمان بلع الغالي. هذا فلخ اخوان بننقز له فيه، كنا ننقز فيه للحمام هذا لسه ما انكرشش لف لفتين ابو هوب. فمخليينه لهيك شغل تخبيطه يعني. تخبيطه ثانيه هيها. في وين الثالثه؟ في ثالثه؟ في هذيك الطيره راحت اختفت. هاي 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 غاد. سلام يا اخوان الحمامات طلعت بعد طلعت طلعت. المهم احنا ضربنا الطير. المهم ان احنا لا خليها خليها تخبيطه هذا هذا خلاص ماشي. وين راحت الحمام؟ طلعت طلعت. هاي غاد. هاي في طير فوق غاد. والله من السباط اختفت. هاي 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 هاي. اربع حبات مؤخرات شايفين؟ لا هذول بده يطلع بده يمشي يا كريم. طلع من الحارة هينا غاد. طبعا أنا بصور على التلفون اللي مش واضح. هي هينا شايفينهن طلع من الحارة. المهم ضربنا طير. طبعا في طير لو سميح فسد هان شفر. هيو خليكم معنا إخوان. بلكي صدنا له إياه كمان ورجعنا له إياه. طبعا أنا أبو سميح صلح يعني عشان تكونوا عارفين. دارون عليه أقول له الدنيا شتاء ماكلين هوا الدنيا برد برد لابس أنا هذا
تبع ايش اخوان، شغل شتاء وثلج وبلاوي زرقاء الله بعلم فيها. المهم صورنا حلقة على سلسلة جديدة وعملنا كل شيء، ومشيت الحمام غيرتها لفتين وحطت لانه الجو برد كثير، وانا قلت يا عمي خلاص بدي اسيبها وانزل، طيرتها صفرت لها صفرتين وكشيتها وضليتني نازل، سبتها ونزلت انا واحمد. المهم طلعت الساعة 4:30، الدنيا فيها شوية شتاء يعني رداد. المهم انا مأمن حالي وامور طيبة، طالع اساس اني اطلع اكش الكشامرة في الهوايات هذول والجو هذا الحلو عشان يعطونا شوية مطار مرتب زيكم، تمام. المهم والله بتفقد 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 مش شايف شيء، يعني طالع بدور في الحمام وهيك هيك بديش اكش لانه طالع والجو، بدي احبس الفراخة عشان اطلع الكشامرة. المهم بدقق بدقق بدقق، شوف شو لقيت، خليني اقلب الكاميرا. طلعوا شو لقيت، لابد. طلع وين لابد، طلع وين لابد، والله ما شفته، ما شفته غير هسه يعني، الا شحطه رايح افتح الخشه، انا رايح افتح الخشه خلاص فيش مجال. وين الترايبود؟ هاي رايح افتح الخشه، يعني كنت راح اطير نوري اسود يا معلم. والله انا يعني مش محظوظ بصيد النوريات كثير، يعني ما بصيدش كثير نوريات سبحان الله. نوري اسود ابصر نازل مع حين لاطي لطي الله اعلم. المهم في نوري اسود عندنا، تعي تعي تعي. طبعا هذا يا اخوان مش راح اقدر اروح افتح الخشة ابدا غير لما يبعد على الخشة، واروح على الخشة شوي شوي وافتحها، تمام. هذا اللي راح يصير، احبس وحبس لان الدنيا شتا. تعي الدنيا شتا والوضع تمام. وقولوا شو رايكم في تبع الهذا الشوارع. نوري اسود والله وجهه حلو يا اخوان، اسف الجديه. انا اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا علي. طبعا فيش احلى من انك تنزل تطلع على الشتاء تكون دفيان ونقطه شتاء عليك، تنزل دفيان ومفيش عليك نقطه شتاء، هذا فيش احلى منه. طلع الوجه، وجهه حلو خشن او مليان، وجهه مليان، وجههم عبي، العين بيضة، السواد سواد حلو. طير هذا غريب، جعان كثير زيادة عن اللزوم، فراخي مش جعان كثير زي هيك، مش مشكلة. هاي زي ما انت شايفين، طبعا ديلو يا اخوان ناقص، ما بعرف هل ديلو معشور ولا مش معشور ما بعرف، بس في ريشة هي مميشة على الصماشة، هي صمايته، طبعا صمايته بروك مش صمايت فرخ او صمايت مخدف. هاي ريش وشايفينه، طبعا في ريش فاضي بس مش عارف اذا نسل، وماكل مسطوح قسما بالله يا اخوان. طلعوا قديش ماكل، طلع طلع قديش الاكل اللي ماكله، طلع يا معلم طلع قديش ماكل، ماكل صح. استنى اتاكد من الشغله، بصر من وين جاي. المهم ماكل مسطوح وضعه تمام، احنا بهمناش احنا صبنا طير. طبعا فيه ضخامه بس مش عبسي يا اخوان،
فيه ضخامة ولكنه ليس بعبسي. هاي ريشه، طبعا في ريش ناقص لسه ما بنعرف اذا ريش اسود ولا ابيض، الله اعلم. المهم صدنا طير احنا. احنا بهمنا بنقول ايش؟ بلع الغالي. طبعا بالمناسبة الصيد يا اخوان كله اعطيته لابو الحارث، مش بيع، ركز معي، مش بيع، اعطيته اياه عشان الزلمة بده يرجع يكش. مش بيع، ركز بالحكي اللي قاعد بحكيه، ما راح وبيع. انا ما ببيع الصيد يا اخوان، الصيد حرام. انا الصيد عندي 3-4 ايام ما بين صاحب ووزعه، تجيني بعد 4 ايام او بعد ما افرجيك انه مش لابس ما تجي تسألني عن طيرك. بعد ما افرجيك انه مش لابس او لابس لا تسألني عن طيرك، حتى لو انه طيرك عندي. تمام؟ هاي الطير دور اسود. وين اول طير بغرفة الاسرة؟ وعندي اللي بتعد حيلا بالشيك. هاي اول طير بغرفة الاسرة، راح نبلش نجمع عليها. هذا لا يعني انه هذا يا اخوان، في فيديوهات ممكن تنزل لك قبل هذا، ركز معي، في فيديوهات ممكن تنزل لك قبل هذا او تنزل بعد هذا وتلاقي الغرفة عبيانة. هاي بتكون تراكم فيديوهات، يعني فيديو مصور امبارح اول امبارح، وما بقدر اجمع لك كل فيديوهات الصيد مع بعض، لان ممكن اصيد هسه واحد كمان نص ساعة ستة ثلاث، بكون انا منتجت الفيديو وخلصت. فما بعرف، احيانا اليوم بصيد بكره بصيدش. فحلقة اليوم امبارح صايد فيها طير، طب اليوم صورت، ما المفروض حلقة امبارح تنزل اليوم. فهاي العجقة، ما بقدر انزل لك يوم بيوم لانه مش هلحق، حصير انزل لك الفيديو الساعة 10. ركز معي، بصير اصور لك الفيديو الساعة 10 انزل لك اياه 10 بالليل او 11 بالليل، لاني بدي اطلع اطعم الحمام، انظف عند الحمام مثلا، اكش الحمام، صيد الطير، منتج المونتاج لحاله بده ساعة. ساعة مونتاج تحضر الفيديو وتظبطه، وساعة عبان ما يصير تحضيره، وساعة ولا نص ساعة حسب قوة النت عبان ما ينزل الفيديو. يعني تقريبا 3 ساعات من اليوم طاروا بس وانت بتجهز بالفيديو. طب وتصوير الفيديو؟ ها هي مساء الخير. طبعا يا اخوان انا لحد الان ما طلعتش على السطح بالمرة، ولا طعميت الحمام، ولا بدري اي اشي على الحمام، وايش في عند الحمام ما بعرف. المهم معلم قاعد بحكي مع حمزة النجداوي، فتحت الكاميرا تبعت ايش السطح. فالمهم معلم لقيت طير على السطح موجود على الكاميرا، يعني على الكاميرا انا طالع عشان في طير. المهم تركته نص ساعة وهيني هسه انا طالع له، الان انا طالع له، فما بعرف شو ممكن يطلع، والله ما بعرف. هو طير ازرق، يمكن بلدي، يمكن زاجل، يمكن عمري، يمكن بوز، والله ما بعرف. فعينا مع بعض قهوة كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بديش اطلع لانه الدنيا برد، اقسم بالله بردان ميت. شو نعمل؟ بما اني صرت طالع وطالع بطعم الحمام كلها، نشتغلش هيك الكاميرا. بسم الله، والله شفته على السطح، والله العظيم شفته، اقسم بالله كان على السطح. ايش خلاص ماليش نصيب فيه. طبعا يا اخوان لا انا مش بعت لك، هو بتبعت له على الواتساب. خليه بيشرن عليه، بدي اشوف عشان اسجل عليه. اخوان اقسم بالله بهدله، عن جد طير المزاد بهدله. المهم هاي الطير اللي قلت لكم عليه شفته على الكاميرا، والله شفته، قلت له حمزه النجداوي محير. ايوه زاجل محير، شايفينه؟ هاي عينه بتجعه يا حرام، لا عينه جهره والله ما بشوف فيها. طلع زاجل ازرق محير، هاي شايفين؟ شفته على الكاميرا، انا طلعت اصوره بس طلعت ما لقيته. هاي اخوان اجي هسه اجي، تعي شوف جعان. هيو ها تعال شوف يا حرام، شوف يا حرام، شوف زاجل طلع تحييرته كيف. تقدر تقول له زاجل محير، تقدر تقول له محير، بس لا هو زاجل محير، ما مكتسب مواصفات الزواج. امسك مالك. جعان يا حرام. هذا انا طلعت له على السطح ما لقيتوش، كنت شايفه على الكاميرا، كنت بحكي مع حمزه النجداوي، قلت له والله شكله محير، قال لي لا، قلت له والله شكله محير. اي زاجل محير، طلع عينه، افتح عينك كلها. اجهر؟ لا مش اجهر، والله شكله بشوف فيها بس ايش فيها دمعه. هاي الوجه الثاني، طلع كيف جناحه محلاه وحلو والله، حتى دربه محير زنب، شايفين؟ عاجل حاله، شايفين؟ والله العظيم انا طلعت ما لقيتوش، شفتوني كنت قاعد بدور عليه،
قلت خلاص ملناش نصيب.